أهلا وسهلا ومرحبا بكم في زو. برشا أولياء يتسألوا كيفاش نتعامل مع ولدي المراهق. من خصائص مرحلة المراهقة الاضطرابات الوجدانية، تقلب المزاج، العصبية الزائدة، انخفاض الثقة بالنفس، ولذلك فالأسرة عندها دور كبير في فهم مشاعر المراهق وتقديرها وتقديم يد العون والمساندة النفسية ليه. أولاً لازم نشاركوه بالرأي، المراهق ما عادش الطفل الصغير اللي كنت تتعامل معاه في يوم ما، وبالتالي من الضروري مشاركته بالرأي حول الأمور الهامة في المنزل. ثانياً تجنب الانفعال، احرص على تجنب الانفعال مع عناد المراهق. في هذه المرحلة المراهق ما ينجمش يسيطر على الغضب متاعه. ثالثاً لابد من تقديم عدة بدائل وحلول لأي موقف يمر به المراهق، من هنا يتعلم القيادة وحسن اتخاذ القرار. رابعاً وأخيراً ما تخليش حديثك بشكل مستمر على أخطاء المراهق وصفاته السلبية، ولكن اتحدث على النقاط الإيجابية في شخصيته وامتحه من وقت لآخر، هذا كي يعزز عنده شعور بالقبول والاستحسان ويزيد تقديره لذاته. زوم لليوم وفات، نتقابلوا في زوم جديدة، إلى اللقاء وباي باي.